بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذن. الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر. فالنبي يقيمها صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيهما جميعا، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح. لكن من حضرها من الناس حضر العيد ساغ له صرف الجمعة ويصلي الظهر في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد، ويصلي الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل. وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه، لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة. نعم، بارك الله فيكم. ابن باز رحمه الله.